أهلا بكم من جديد. عقد أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية في البحرين اجتماعهم الشهري، وذلك بحضور سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وسعادة السيد جوستين سيبيريل سفير الولايات المتحدة الأمريكي لدى مملكة البحرين. وقد أطلع سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رجال الأعمال وأعضاء الغرفة على الخطط الحالية والمشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها في المستقبل بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة من خلال شراكات اقتصادية تساهم في خلق وظائف جديدة وتدفع عجلة الاقتصاد الوطني. ومن جانبه قال السيد قيس الزعبي رئيس غرفة التجارة الأمريكية بأن الغرفة حريصة كل الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، والتي بدأت قبل أكثر من 120 عاما. الغرض الرئيسي اللي نهدف له من هذا مثل هذا اللقاء هو إطلاع رجال الأعمال على خطط الوزارة ومشاريعها الحالية والمستقبلية. هذا النوع من التفاعل والاتصال مع الأخوة رجال الأعمال والمهتمين في نهدف إلى عبر أطلاعهم على هذا إلى مشاركتهم ومشاركة الشركات الأمريكية والأجنبية في مشاريع الوزارة وللدفع في عجلة الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات الأجنبية الأمريكية وغيرها. الهدف من الفعالية هي من ضمن فعاليات كثيرة تقوم فيها غرفة التجارة سنوياً، وفيها مندعي بعض الشخصيات منهم وزراء على أساس أنه يبينوا لنا المشاريع الكبرى اللي ممكن تساهم فيها الشركات الأمريكية لتنمية الاقتصاد في البحرين، لأن الشركات الأمريكية فيها مجالات مختصة في مجالات متعددة، فبالتالي منها البنية التحتية ومنها في الغاز في البترول. فبالتالي هدفنا انه نجيب هذه نشوف الافكار الموجوده، نشوف المشاريع الموجوده، ونحاول نبني جسور بين الاقتصاد الامريكي والشركات الامريكيه والبحرين. اعلن اليوم رسميا عن افتتاح منتزه الواحه سبلاش كلاب الذي يقع في جزيره امواج، حيث يعد الاول من نوعه في مملكه البحرين. ويأتي هذا المشروع شراكة بين شركة بريمير كيو سبورتس التي تتخذ من مملكة البحرين مقرا لها وشركة فورتكس الكندية. ويدعو المشروع الذي يضم أكثر من 30 لعبة العوائل إلى اللعب والاسترخاء في أجواء ممتعة. ويأتي منتزه الواحة سبلاش كلاب بمباركة ودعم من قبل مجلس التنمية الاقتصادية، حيث سيساهم هذا المشروع في تنشيط السياحة العائلية في المملكة. وأكد الدكتور علي فولاذ القائم بأعمال مدير إدارة التسويق والترويج السياحي ومستشار هيئة البحرين للسياحة والمعارض على دور الهيئة في الترويج لمثل هذه المشاريع السياحية التي تصب في مصلحة الاقتصاد المحلي وتعزيز دور الشراكة مع القطاع الخاص. هذا المشروع فريد من نوعه. الشركة الأم الكندية حوالي عندها 6000 نفس المشروع على مستوى العالم، ولكن هذا فريد بمعنى الوقت اللي هو يغطي الفترة الصباحية الفترة المسائية والفترة الليلية. الألعاب اللي هذه غير موجود في أي مناطق ثانية، وأكدت أنه هو فريد لأن مملكة البحرين فريدة من نوعها. هذه واحد. ثاني شيء يعزز السياحة العائلية، وهذا هو احنا ما ننشد به، وبالتالي سواء للعوائل اللي اتي من الخارج خليجية غير خليجية وحتى المواطنين في داخل البحرين والمقيمين عندهم مشروع بهذا الشكل جميل. هذه اثنين. ثلاثة، يعزز دور القطاع الخاص، قطاع الخاص ودوره في العمل يد بيد مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.
نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد أنهى مؤشر البحرين العام التداولات على تقدم نسبته 0.98% مقفلا عند مستوى 1636 نقطة، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الصناعة. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 2,164,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 659,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 65 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية، فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 8432 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.50% لتكون الخاسر الوحيد بالنسبة لتداولات هذا اليوم. وبالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 2817 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.54%. أما سوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4039 نقطة بارتفاع نسبته 1.56% لتكون الرابح الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. أطلق مجلس دبي في اجتماعه الثاني برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي حي دبي للمستقبل كمنطقة جديدة لشركات الاقتصاد الجديد. وأعلن سمو الشيخ محمد إطلاق بورصة جديدة لشركات اقتصاد المستقبل وصندوق مبدئي بمليار درهم لدعم هذه الشركات ونافذة واحدة للترخيص والتمويل والاستشارات. وسيربط حي دبي للمستقبل أبراج الإمارات مع مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي المالي العالمي، وسيضم مركزا لأبحاث اقتصاد المستقبل وحاضنات أعمال وصندوق تمويل ومرافق سكنية لرواد شركات الاقتصاد الجديد وفعاليات عالمية للاقتصاد الجديد. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل: الرئيس التنفيذي لشركة تسلا يقترب من جني 346 مليون دولار بعد صعود أسهم شركته. قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوتشين إن المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين ستكون واجبة النفاذ بالكامل، بما في ذلك تعهد من جانب الصين بالامتناع عن التلاعب بعملتها. وقال مينوتشين إن الصين تتعهد بشراء سلع وخدمات أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار، وذلك على مدى العامين المقبلين بموجب الاتفاق. وأضاف مينوتشين أن بلاده ستبقي على الرسوم المفروضة على سلع صينية لحين استكمال مرحلة ثانية من اتفاق تجاري بين البلدين. بلغ حجم الدين العالمي رقما قياسيا جديدا بعد أن وصل في نهاية سبتمبر الماضي إلى 253 تريليون دولار، ومن المتوقع أن ينمو أكثر خلال العام الجاري، وذلك وفقا لخبراء في الاقتصاد العالمي. وبحسب الخبراء فإن الزيادة الكبيرة في حجم الدين العالمي جاءت مدفوعة بشكل رئيسي بالاقتراض الكبير من قبل الحكومات والشركات غير المالية. وقال معهد التمويل الدولي في تقرير نشر مؤخرا إن الدين العالمي وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث تجاوز 322% في الربع الثالث من عام 2019، ومن المتوقع أن يستمر في النمو. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية. يقترب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك من جني الشريحة الأولى البالغة 346 مليون دولار من خيارات أسهم في إطار حزمة مكافآت غير مسبوقة، بعد أن ارتفع سهم صانع السيارات الكهربائية لأكثر من مثليه في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وكانت أسهم تسلا صعدت 9% إلى مستوى قياسي مرتفع، وهي تحتاج للارتفاع إلى 6% أخرى للوصول بالقيمة السوقية لسهم الشركة إلى 100 مليار دولار، ثم المحافظة على ذلك المستوى لمتوسط شهر وستة أشهر على السواء، من أجل تفعيل استحقاق الشريحة الأولى من 12 شريحة خيارات يحوزها ماسك لشراء أسهم تسلا.